عفوا بس السيد عمر وين بلاقيه؟ حبيبي اشتقت لك كتير. وانا اشتقت لك يا اخي. شو هالمفاجأة الحلوة؟ قلت لحالي بيجي بشوف اخي الازعر. ديالة هون؟ لا راحت عن مستوصف. وطبعا جده بالجامع ما؟ استنوا شوية يا شباب. أولاد الضيعة صغيرها وكبيرها عم يدوروا على العشبة يا شيخنا. أنتوا لازم تعملوا كل شي بتقدروا عليه يا جماعة حتى تلاقوا العشبة اللي طلبتها المرأة. منلاقيها وإذا ما لقيناها عنا مندور بغير ضيعة كمان. نحن مديونين للدكتور كتير. السلام عليكم يا جماعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو القصة مختار؟ ليش تأخرت كل الأد؟ ما لحقت صلاة الجماعة؟ إن شاء الله مو صاير معك شي. لا ما في شي بس أنا كتير متضايق. ها خير إن شاء الله، شغلت لي بالي بس ما يكون مشان الموضوع يلي حكينا فيه. لا مو هيك شيخي، بس والله أنا زعلان كتير على هالدكتور ومقهور عليه. إذا كنت زعلان عليه وقف معنا وساعدنا لحتى نلاقي هالعشبة بأقرب وقت. جدي جدي خير؟ شوفي عمار. شو يا ابني إن شاء الله لقيتوا العشبة؟ لا جدي بس أخي إجا من أنقرة. شو؟ أيمن إجا من السفر. الله يهنيك بسلامتي يا شيخنا. يلا روح شوفه. الله يخلي لك يا عن إذنكم يا جماعة. استنوا شوي يا جماعة. أماني سلمنا عليها يا جماعة. هدول الإرهابيين زودوها كتير وبعملتهم الأخيرة كانوا بدهم يقتلوا أولادنا. الأنسة زينب كانت رح تروح فيها والدكتور لساته تعبان كتير. إذا ما منوقف وشهم رح يعملوا فينا أكتر من هيك لسا. مختار كيف بدك توقف بوشهم؟ ها ولك نحنا كلياتنا مو إسلام؟ إيه طبعا مختار. ليش ما نعلن الجهاد؟ آه ليش ما نقتلهم؟ بدنا نضل هيك قاعدين وساكتين؟ إذا بدنا نضل هيك بكرة يمكن يفجرونا الجامع. ترضوا بهالشي؟ بيسترجي يقرب عليه. فشروا. مين بيسترجي؟ فشروا. ولك هدول بيتوقع منهم كل شي الواحد، صدقوني بيعملوه وبيعملوا أكتر من هيك. كلامك مزبوط يا مختار، بس بالأول لازم نحكي مع الشيخ إبراهيم. ما هو رجل دين وإمامنا ولنشوف شو بده يحكي.